السلام عليكم. دورتنا بعنوان جي كيف لبي فلوب، رقم الدائرة 7473. طبعا نحتاج إلى 4 مفاتيح، بس إحنا راح اسمه ناخذ 3 مفاتيح، يعني نستغنى عن رابع مصدر في سي سي. هسه نروح نجيب أول شي المفاتيح، سويتشات، هذا هو الواحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. بعدين نجيب المصدر في سي سي، هنا في سي سي، في سي سي أو العفو، هذا في سي سي، هنا نكتب هذا في سي سي. بعدين نحتاج إلى جراوند مصدر، هذا الجراوند، بعدين هذاني شوية نحول هين أحسن هيج، شكل هذا، بعد هذا هم نحوله. تمام، هسه تمام، هسه نوصل، هذا نوصل من مصدر في سي سي، وهذا نوصل بالجراوند. حلو، هنغير لونه، سوي لون اسود، هسه تمام. هسه هم يبقى هذا بالجراوند، هذا هم بالجراوند، هذا بالفي سي سي، هذا هم في سي سي، حلو. هسه نربط الجي، هذا بالجي، وهذا بالسيركل، وهذا كي، وهذا بال في سي سي. هسه تمام، هسه نجي مصباحين، نحتاج هنا نحتاج لون أحمر، ونحتاج لون أخضر. الأول حربطه بالكيو، والثاني بالكيو داش. هسه
نسوي ران لهاي السيركت. نجيب تو تيبل، هذا تو تيبل قدامنا. اول شي نطران، نطي الجي صفر والكي صفر، هو الشغل كله بيد سيركل. سيركل نتلاعب بيه لان هو يتحكم بيه. شوف كل شي ما يحصل لدينا. هسه نطيهم، نطي هذا، خلي الجي صفر، نطي كي واحد. شوف صار عندنا الكيو داش واحد والكيو صفر. هسه ما يتغير عندنا شي. هسه اذا اعطينا الجي واحد والكي صفر، شوف اعطانا الكيو ون واحد والكيو داش صفر. هاي الجي واحد صفر واحد صفر، مضبوط. هسه نعطيهن واحد واحد، شو يصير عندنا؟ صار عندنا اشتغل عندنا كيو داش واي صفر. هسه لو نتلاعب بيه نعطيه صفر، شو صار كيو اشتغل كيو طفى الكيو داش. ليش طفى الكيو داش؟ لان هي تبادل، اذا ما واحد تبادل يعني كل ما نطفي نطي صفر نطي قيمة ثانية يتغير. لو نرجع نطي هذا صفر وهذا صفر، اجل ما نتلاعب بيها ما يتغير. يعني شنو هو هولد؟ يعني مغلق، يعني ضال قافل بس على هاي، وهذا كله ما بيه. شكراً.